السلام عليكم. شات جي بي تي تقدر انت تخليه يشتغل ك مثلا لينكس، تقدر تكتب كود ويرد عليك او تشتغل بلغه برمجه. مثلا هقول له دلوقتي انا عايزك تبقى زي جافا سكريبت كونسول، بحيث ان انا لما اكتب لك كومنت تقول لي المفروض لو انا مشغل الجافا سكريبت هيرد عليا بايه. فانا على سبيل المثال بقول له لو انا كتبت لك كونسول دوت لوج وبين قوسين هلو وورلد، المفروض هترد عليا بايه. ففعلا رد عليا وقال لي هلو وورلد. تقدر تعمل كوبي للكود وتقدر هنا تقيم الاجابه بتاعته. فدي من ضمن المزايا بتاعه الشات جي بي تي، ان هو تقدر تستخدمه استخدامات كانك مثلا شغال على الدوس مثلا.